حد اصيب بكورونا تاخد حد من الخمسه، لا الخمسه دول هيبقوا مع ال 23 ممكن تستعين بهم في اي وقت من مباريات البطوله. هو عموما في تفاصيل اكتر بخصوص القايمه ومشاركه المنتخب، لان كمان عندي جزء قانوني متعلق بقى القايمه هتبقى كام في المباراه والتغييرات قد ايه، وكل التفاصيل دي الكاف بالتاكيد عمل فيها اجتماع مع كل المنتخبات المشاركه في البطوله. لكن في هذه اللحظات معايا تليفون مهم جدا مع معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. معالي السفير برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، يا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام، ماشي الحال. ماشي الحال. طيب خلال الساعات الاخيره يمكن شفنا استعدادات على قدم وساق واستعدادات على اعلى مستوى بالنسبه لدوله الكاميرون استعدادا لاستقبال كل المنتخبات خلال الفتره اللي جايه. في منتخبات وصلت، منتخب مصر هيصل ان شاء الله يوم 7 يناير. في اخر التنسيق ما بين حضرتك مع اللجنه المنظمه او اللجنه العليا في الكاميرون استعدادا بقى لاستقبال منتخب مصر اللي هيكون موجود في مدينه جروة ان شاء الله. بالظبط يا فندم. هو كان امبارح الحقيقه وزير الخارجيه كان عامل اجتماع لتوضيح بالظبط الجهود اللي قامت بها الكاميرون الى ان وصلنا الى هذه النقطه. خلاص احنا يعني الحصول على الابواب زي ما بيقولوا، وكل المنتخبات بتستعد، وفي اوريدي دول قامت بمعسكرات تدريبيه، وفي للاسف دول اضطرت تلغي معسكراتها التدريبيه لان الفتره صحيح اللي ما هيسمح بيها بانضمام اللاعبين الدوليين اللي بيلعبوا في اوروبا ضيقه للغايه بما لا يسمح باقامه معسكرات مع هؤلاء اللعيبه فلغوا. الحقيقه بيحضرني هنا بيتهيألي منتخب المغرب كان ناوي يعمل معسكر في رواندا وقام بالغاء العدم، والسنغال ايضا. والسنغال كذلك. انا بيتهيألي الحقيقه ان الكاميرون بتحاول قدر طاقتها وقدرت الحمد لله انها تتغلب على الكثير من الضغوط. احنا يعني شفناها كلنا يوم بيوم ضغوط من سواء كان اتحادات الانديه الاوروبيه او حتى الفيفا لمحاوله التاجيل او تغيير بعض الاشياء الخاصه بالبطوله، ولكن الحقيقه الاتحاد الافريقي كاف قام بجهود متميزه عشان بطولتنا، لان بنعتبر البطوله بصرف النظر انها معقوده في الكاميرون انما هي بطوله افريقيه اكيد انها تنال اهتمامها، وهي ليست اقل من بطولات الاوروبيه او بطوله امريكا الجنوبيه وما الى ذلك من البطولات. اللي لازم اوضحه هنا ان كان المهتم جدا به وزير الخارجيه امبارح ان هو يوضح المسؤوليه بتاعتهم بتنحصر في ايه كدوله ولجنه منظمه كاميرونيه، ومسؤوليه الكاف زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم في المداخله بتاعت سعادتك قبل ما اخش انا على البرنامج. ففعلا الجزء ده مهم جدا لان في بعض الموضوعات اللي بيتخيل النقاد او المتابعين انها خاصه بالكاميرون في حين انها من الاختصاصات الاصيله للاتحاد الافريقي وهو اللي بيقررها الكاف بنفسه اكيد فيما يتعلق بحاجات كثيره جدا. لكن كان بالنسبه لنا كان مهم نعرف بالنسبه لعمليه الاستعدادات، والحمد لله الاستعدادات تقريبا يعني في اللمسات النهائيه بتاعتها بالنسبه للملاعب وبالنسبه للفنادق وكل ما يتعلق باللوجستيات الخاصة بالبطولة. ويتبقى بقى الجزء اللي هو كنا احنا كسفراء كنا مهتمين نعرفه اللي هو الخاص بالتأشيرات والبروتوكولات الصحية لدخول الجماهير، والحمد لله في يعني بالفعل في برقيات ارسلت للسفارات الكاميرونية في الخارج وطبعا من ضمنها السفارة الكاميرونية في القاهرة لمساعدة المتفرجين والجمهور اللي عايز يشارك المنتخب الوطني في مبارياته. وده موضوع مهم جدا انا عايز اتكلم عليه لان اتفضل يا فندم. زي ما حضرتك عارف احنا بنلعب في جروة، وجروة دي يعني تعتبر مدينه حدوديه مع نيجيريا، وانا حضرت قبل كده بطولات كثيره لمنتخبات وطنيه في بعض اللعبات الاخرى، واخرها كان مثلا منتخب الباسكت بول الوطني للسيدات عندنا، وكان الملعب كله جمهور نيجيري لان نيجيريا لها حدود مشتركه مع كاميرون تبيضي بالطريق البري سهل. مظبوط. فانا بتوقع ان هيبقى في جمهور كبير من نيجيريا جاي يشجع فريقه بالذات انها المباراه الاولى. في نفس الوقت احنا كمان مهتمين بهذه المباراه لانها مباراه الى حد كبير هتحدد اتجاهنا في البطوله. زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا معانا ثلاث فرق اللي هي نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والى حد كبير هيتحدد يعني تصدر المجموعه بتاعتنا على مباراه نيجيريا مع مصر.
طيب. وده بالتالي هيحدد الدور التالي اللي احنا هنلعب فيه. هل هنلعب مع كأول مجموعة وبالتالي هنلعب مع أحد الفرق اللي هي تعتبر أحسن توالد، ودي بيبقى مستواها بيتهيألي مريح لينا شوية، يعني سكة موريتانيا أو غينيا أو كده. هتبقى نفس السكة موريتانيا أو غينيا، لكن لو طلعنا تاني هنواجه الجزائر أو كوت ديفوار لو حد فيهم تصدر المجموعة الخامسة. بالظبط كده. وطبعا بالزبط. احنا عارفين إن هذه المنتخبات هتبقى منتخبات مقابلتها مش سهلة في بداية المشوار. طيب عايز أقول لحضرتك يعني معالي السفير، عايز اقول لحضرتك احنا كنا بنستعرض على الشاشه يمكن بعض اللقطات، ودي صور حصريه هنا معانا في برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، يمكن تم ارسالها لنا من اللجنه المنظمه اللجنه العليا في الكاميرون، في تواصل مباشر بيننا وبينهم، وارسلوا لنا مجموعه صور خاصه بالفنادق، بالطرق، التعديلات اللي حصلت على الطرق والتنقلات من المدن، الفنادق اللي موجوده في جروه، الملاعب، الاستادات. قدامنا الكاميرون في شكل تاني خالص، يعني الكاميرون هتبقى في يعني حاجة أوروبية على هامش كأس الأمم الإفريقية. أعتقد الصور يا معالي السفير بتثبت إن جروة كمان فيها تعديل، فيها فنادق تم إنشائها، في تعديل في الفنادق. يمكن أنا حضرت في جروة مرتين قبل كده مع الأهلي، الوضع ما كانش كده خالص، فأعتقد الصور بتأكد إن الكاميرون على أتم الاستعداد، وهتبقى بطولة عالمية، سواء ملاعب تدريب، تنقلات، الطرق الداخلية، وفنادق الإقامة كمان. هو ما فيش شك ان هم بذلوا جهود كتيره جدا، ويعني في اموال كتيره ضخت لدرجه ان الاقتصاد نفسه تعبان وبيئن من حجم الاموال اللي تم صرفها وانفاقها علشان هذه البطوله تليق باسمهم وباسم الكاميرون وبعشقهم لكره القدم. الحقيقه الجمهور الكاميروني زي ما احنا عارفين وطول عمرنا بنتعامل معاه جمهور محب لكره القدم وعاشق ليها، وبالتالي فهم من مصر ده هيشكل صعوبه علينا، لان الكاميرون يعني زي ما بنقول كده عندنا في مصر مستأكله لهذه البطوله وتتمنى طبعا انها تخرج بيها، لانها بتتلعب على ارضها، بالذات انها البطوله الماضيه اللي هي كانت المفروض في الكاميرون واستضافتها مصر. احنا وهم خرجنا في نفس اليوم وخرجنا مبكرا جدا عما هو كان متوقع. صحيح. وبالتالي فهم المره دي عايزين يعوضوا في ملاعبهم وامام جمهورهم، وعايزين يعني يبرروا كمان الانفاق الهائل اللي تم على هذه البطوله. طيب التنسيق، خلينا نقول ان احنا برضو مش عايزين نعلى قوي باملنا، احنا الملاعب والفنادق والكلام ده كله تحسنت كتير جدا وبنيت حاجات كتيره جدا، لكن برضو لازم نعرف ان البنيه التحتيه الى حد ما هياش قويه زي مصر او لا تقارن بمصر. طبعا. فلازم نكون عارفين ان برضو هيبقى فيه يمكن بعض المشاكل البسيطه اللي مش هتاثر على مسيرتنا، لكن في نفس الوقت عشان يعني ما نتوقعش ان هي مثلا حاجه في مستوى مصاف الدول الكبرى، لكن طيب. عملوا مجهود كبار ولازم نشكرهم عليه وندعمهم في مساعيه. اكيد. سؤال اخير معالي السفير، وهو التنسيق مع بعثه منتخبنا الوطني، توقيت وصولهم، التنسيق في فكره الاستقبال، الحضور الجماهيري كمان، الجمهور المصري، مساحات الكورونا هتبقى ازاي، التذاكر هتطرح ازاي، يعني التفاصيل بقى اللي ما بين السطور اللي لسه الناس بالتاكيد هتسمعها من حضرتك لاول مره. تحت امرك. دلوقتي اول حاجه المنتخب الوطني الحقيقه موجود، وصل امبارح وانا كنت معاه الحقيقه امبارح، الكابتن محمد صلاح المدير الاداري للمنتخب الوطني بتاعنا هو كان موجود، وصل امبارح، والنهارده يعني قامت البعثه بمساعدته على ان هو يركب طياره علشان يروح يتفقد بنفسه بقى حاله الملاعب في جروه والفندق وكل باقي اللوجستيات المتعلقه بالمنتخب الوطني تحديدا. وهو يعني هيقعد النهارده وبكره هيرجع ان شاء الله ويعود الى القاهره بعد بكره، والسفاره الحمد لله ان احنا معاه وبنحاول نيسر له خط سيره علشان يقدر ياخد صوره كويسه جدا يقدر ينقلها للجهاز الفني للمنتخب الوطني بتاعنا باذن الله. ده فيما يتعلق بالمنتخب الوطني والجهاز الاداري بتاعه. فيما يتعلق بوصول الجماهير دلوقتي زي ما حضرتك عارف وربما الساده المشاهدين كمان عارفين ان في البروتوكول طلع من حوالي اسبوع تقريبا، والبروتوكول ده اللي اصدره كان في صوره بيان صحفي مشترك كان موقع عليه الحكومه الكاميرونيه بتتمثل فيه وزير الصحه ووزير الشباب والرياضه بالاضافه الى اللجنه التنسيقيه للكان وبالاضافه للاتحاد الافريقي. الاربعه طلعوا قرارات واضحه جدا فيما يتعلق بدخول الجماهير، وده نصيحه لان وزير الخارجيه امبارح كلمني فيها تحديدا، قال لي ارجوك
لابد من نصح الجماهير المصريه، عشان انا عارف ان هم عدد كبير وحي كتير، ان ما فيش حد هيخش الاستاد لو مش متطعم. فاول حاجه التطعيم. تمام. بالاضافه للتطعيم لازم يكون معاه بي سي ار مدته لا تزيد عن 72 ساعه. اوكي. او تحليل اجسام مضاده مدته لا تزيد عن 24 ساعه. مع ملاحظه ان تحليل البي سي ار في الكاميرون مجانا منذ جائحه كورونا. ممتاز. ممتاز. التحاليل مجانا سواء كان للمسافرين او للمقيمين او المواطنين او الاجانب، هو مجانا تماما، لان هم شايفين ان يعني الصحه اهم حاجه. أكيد. ومش عايزين حد يتقاعس عن اجراء التحليل علشان غالي يقول لا ده انا ما عنديش حاجه. أكيد. وينزل شغله ويعدي نفسه. تمام جدا. تمام جدا بالنسبه للحكومه ان هي عامله مجانا. معالي السفير، يعني الجمهور اللي بيسمعنا لابد يكون جاي متطعم ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا على استعداد هنا في السفاره زي ما احنا بنحاول نساعد المجتمع لتقديم كل التسهيلات. اكيد. حق علينا. ومستنيين ان شاء الله اي حد يحاول يتصل بينا سواء بالبريد الالكتروني او بالتليفون. احنا هنساعد فيما يتعلق بعمليه الاقامات، فيما يتعلق بعمليه التاشيرات مع السفاره الكاميرونيه في القاهره باذن الله. هم يعني شغالين، وفي النهايه هدفنا جميعا ان شاء الله ان احنا يوم 6 فبراير نرجع ان شاء الله. يا رب يا رب. نفرح جمهورنا كده باذن الله. معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنتواصل مع حضرتك بقى مع انطلاق البطوله الفتره الجايه. هيكون في استعدادات بقى وتواصل مع السفاره المصريه اللي هتبذل مجهود كبير جدا مع منتخبنا الوطني ومع الجماهير المصريه. في ثانيه كده سريعه، قائمة المباراة في البطولة الإفريقية هتبقى 20 لاعب، 11 أساسي و9 على دكة البدلاء. التغييرات 3 تغييرات فقط، مفيش 5 تغييرات في كأس الأمم، فبالتالي القائمة اللي سافر